إلى ذلك قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي في اتصال مع اي تي في إن مهام الحكومة المستقيلة هو تصريف العجل من الأمور، كما يمكنها حضور جلسات مجلس الأمة إذا كانت هذه الجلسات مرتبطة بتسيير العاجل من الأمور. وأضاف الفيلي إن الحكومة المستقيلة معنية أيضا بإدارة المرافق العامة والتعامل مع السلطة القضائية، وهي مكلفة بإدارة علاقات الدولة بالدول الأخرى. الحكومة المستقيلة هي حكومة وتمارس اختصاصات الحكومة، ولكن في إطار محدد وهو تصريف العاجل من الأمور. وإذا نظرنا في اختصاصات الحكومة، هي أولا إدارة المرافق العامة، ثم هي التعامل مع البرلمان، ثم هي مكلفة بإدارة علاقة الدولة بالدول الأخرى، وهي تمارس اختصاصات تتصل بالسلطة القضائية. إذن نحن بصدد كل هذه الاختصاصات تمارسها الحكومة، ولكن في إطار ما هو ضروري، ما هو عاجل من الأمور. هل ينعقد مجلس الأمة؟ الأصل أنه ينعقد، لأن الحكومة هي التي استقالت وليس البرلمان، ولكن استقر العمل على أن عدم حضور الحكومة للجلسات يؤثر على سلامة عقد الجلسة، واستقر العمل على أن الحكومة لا تحضر جلسات المجلس وهي مستقيلة إلا إذا كان هذا الحضور يتصل بتصريف العاجل من الأمور، وهذا يتمثل في الجلسات الخاصة. وقد حصل في الماضي أن حضرت الحكومة جلسات خاصة مثل الجلسة الخاصة بقانون الرياضة.